صلى الله عليه وسلم وأين ولد في ربيع الأول من عام الفيل في مكة المكرمة؟ ما نسبه صلى الله عليه وسلم؟ هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن هاشم ابن عبد مناف ابن غسيل ابن كلاب ابن مرة. ما اسم ولده ومتى توفي؟ اسمه عبد الله ابن عبد المطلب. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. انظر بعض الأسماء رسول الله وما أشهرها: محمد أحمد الماحي الحاسم العاقب، وأشهرها أحمد ومحمد. كم مرة ورد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم؟ ورد فيه 4 مرات: من أعمام الذين أسلموا ومن بقي في الكفر بعد نبوته صلى الله عليه وسلم. أسلم منهم حمزة وعباس وبقي في الكفر أبو ذر.